خالص التعازي لاسماعيل الليثي دلوقتي، يعني مع بص زياد، طلع زياد اللي نزل بابا الى المسواك الاخير، وانا لله وانا اليه راجعون. كنا نتكلم مع زياد، فاجئنا ببعض الحاجات وبعض التفاصيل الهامه اللي بتدل طبعا على حسن خاتمه هذا الطفل. بنرحب بيك يا زياد يعني في البدايه، ونعزيك برحمه البقاء لله. قول لي يا زياد، انت كنا نتكلم معاك، كلمتني ان هو القبر كان كويس، مش عارف ايه، احكي لي التفاصيل اللي حصلت في البدايه، تعرف ايه؟ أعرف يعني. أول ما خبرونا بالخبر بدأت أنا التربة، كان امتى الكلام ده؟ كان بالليل الساعة 10 ونص. 10 ونص بالليل أه فتحت التربة 10 ونص. أه التربة بتحتاج منك تجهيزات ايه؟ هي بس اللي بفتح التربة بوضة من تحت وأعمل له ملامة ورش الرمل وكده، بس ليه بقى؟ عشان محتاج أي حاجة. ازاي؟ هي تركيبة في كده حاجة، بمعنى ايه بقى؟ سبحان الله. ما تعبتش فيها؟ لا كانت سهلة، كانت سهلة معايا. طيب هم جم هنا امتى؟ جم بتاع الساعة 11، 11 ونص برضه، 12. قول لي بقى، انت طبعا اتفاجئت من الزحام الشديد. كان في كمية ناس كتير، كان ناس كتير، والشارع هنا ما كانش في حد عارف يقف فين، ولا في الحوش ده. الحوش كان زحمة. كانش حد عارف يقف فين. وضع اسماعيل كان صعب. اه. شفته عامل ازاي؟ مش قادر يعمل اي حاجه، واغمى عليه. قالوا ان هو اغمى عليه فعلا، هل اغمى عليه فعلا؟ اغمى عليه. فقدان الضنا هو عشان بيها اسمه ايه؟ انت اصلا كنت متابع؟ انا متابع دادا على التيك توك. متابع حاجه؟ مش عارف. متابع دادا؟ اه. انت اصلا عارف دادا و عارف؟ اه انا بتابعه وبشوف كل فيديوهاته. حاولت بقى، ما حاولتش مثلا تواسي اسماعيل تكلمه او ناس تكلمه؟ شفت الناس بتعمل معاه ازاي يعني؟ اسماعيل الناس كانت بتواسيه، بتقول له ايه؟ ربنا يرحمه على العضاضة يعني، بيقول كان بيعزيه. طيب قول لي انت، عايزينك بس تعالى صوتك شويه عشان الناس. خدت ضاده؟ قول لي بقى اللي بيحصل بالظبط لما الخشبه دخلت هنا، ايه اللي حصل؟ يا هم ما كانش اصلا عارفين يدخلوا خشبه من كتر الناس اللي كانت واقفه. اه ما شاء الله برضه. ايوه وسعنا عليه حرك الناس عبال ما تخش. اه لما الخشبه تخش، الخشبه دخلت، احنا ايه نازلين العضاضه. اه بفكك على العضاضه. هو ده بطبيعته جسمه مليان، هل كان تقيل في ال؟ لا كان خفيف سبحان الله. شلته كان معاك حد؟ لا لسه معانا. كان معاك مين شاله معاك؟ كان معايا اخويا الكبير. اه كان خفيف وكان الصراحه. طيب دخلنا بقى، دخل خلاص هو كده للقبر. تمام. ايه اللي بيحصل بقى خطوات عشان احنا مش فاهمين؟ بفكك عليه. يعني ايه؟ من عند وشه كده بشيل القطه اللي تبقى على وشه. طيب لما شفته؟ لما شفته هو كان يعني وشه بيضحك. بجد؟ كان بيضحك؟ الضحكه بتاعته اللي احنا عارفينها. انا صوتي مش مسموع، خلي بالك بعيد الكلام بتاعي. يعني انت لما شلت، قولي لما شلت، قولي اللي حصل تاني لما انت بتفكك ال، لما انا بفكك الكفن يعني فككت عليه الكفن، كان في قطنه على وشه لازم اشيلها، شلتها وطلعنا تحت دماغه، كان وشه بيضحك منور. كان حد معاك شاف الضحكه دي غيرك؟ اخويا الكبير اللي هو دفنه معايا. ما قلتش لاسماعيل ان هو كان بيضحك لسه ولا قلت له؟ انا ما عملتوش، هو اغمى عليه. اغمى عليه يعني. طب اسماعيل بيكلمكم في التليفون؟ هو اصلا زمانه جاي دلوقتي. هو جاي، هو جاي في التليفون، جاي دلوقتي من يوم ما دفن جه ولا لسه؟ كان في قرايب امبارح. قرايب دادا كان جه هنا امبارح. اه اللي هم الصغيرين دول، وكان في ناس امبارح هنا عنده. يعني بيجي له ناس على طول؟ اه يعني. انت شفت انت اللي بيحصل على الفيسبوك كله، ومصر في حالها زعلانه. زعلانه عليه، هو محبوب، كله بيحب دادا. عمرك قابلته في الحقيقه؟ لا انا متابعه على التيك توك. ولما جالك الخبر بقى وقال لك، وتعرفت هو مين بالظبط دادا يعني، قول لي استقبلت الخبر ازاي؟ كنت زعلان؟ كنت كده يعني؟ اتضايقت اكيد، عيطت عليه. انت في الطبيعي بيجي لك كل يوم جنازه وبيجي لك حاجه؟ كل يوم بيجي لي جنازه. فاتعودت، فالدمعه دي بتبقى غاليه شويه زي ما بيقولوا. اه بتعيط على لما انت تكون بتحب حد. يعني انت بتعيط على اي حد بيجي لك، ولا ده اللي حرقك لا شويه؟ مش على اي حد، انا عشان بحب دول. عرفت عليه.
طيب قول لي انت العلامات الحلوه اللي شفتها في دفنه ايه؟ الناس يعني كانوا ناس كتير سبحان الله. انت قلت ان هي كانت منوره. ايه اللي قول لي تاني بقى الحته دي؟ هي كانت منوره التربه من تحت اصلا، وكان في محتاج، وكان مقفول بالليل. ولا كان في محتاج كشافات ينوروا عشان التربه تبقى فيها نور. هي سبحان الله كان فيها نور لوحدها. سبحان الله. كان فيها نور لوحدها. ايه تاني حاجه بقى من الحاجات الحلوه يعني، او اعدهم لي كده الحاجات الحلوه اللي انت شفتها. اللي هو يعني كان بيضحك. كان بيضحك. كان نظرته جميله، خفيف. كان خفيف. وكان ورا ناس كتير. ورا ناس كتير. حسن الختامه. كانت منوره. وكان في ريحه مسك كتير. ايه؟ ريحه مسك. ريحه مسك كتير. في ضاده نفسه ولا في القبر كله؟ القبر. كله. قول لي انت بتدفي ناس كتير. ايه اجمل الحاجات يعني بعيد عن ضاده بقى، اجمل الحاجات اللي بتشوفها الحاجات الحلوه اللي نفتخر بيها ونحب نقولها؟ زي ايه؟ حسن الختامه مثلا زي ايه؟ بيضحك. شفت ناس قبل كده بتضحك؟ احسن حد دفنته قبل كده ومبسوط قوي انك انت دفنته. مش عايزين نقول له اسم بس، ايه الحاجات اللي شفتها عليه؟ الحاجات اللي انا شفتها عليه ان هو برده كان نزلته يعني خفيفه متسهله له. الحاجات اللي انت شفتها في ضاده يعني. لو ايه الكلام اللي ممكن يصبر قلب اسماعيل دلوقتي على ابنه وحيد تحب تقوله له؟ ربنا يرحمه عشان هو في الجنه دلوقتي. هو في الجنه. هو في الجنه ان شاء الله. ربنا يرحمه وانا في دار البطل. انا عارف ان انا طبعا انا طولت عليك، ولكن برضو محتاج نذكر الناس بقى. يعني اسماعيل كلمك قال لك هيجي النهارده صح؟ هو جاي النهارده. هيعمل ايه بقى؟ مش عارف بقى الصراحه. هيجي يقري صح؟ يقري يعني لو يجيب حد يقرا قران؟ قراني. ايوه. انا لله وانا اليه راجعون يعني. البقاء لله واحد. مره ثانيه يعني بشكرك زياد، مش هيدا متابعي موقع تحرير مصر في كل مكان. انا بشكرك. احنا كنا موجودين مع زياد هنا في قبر ضابه اسماعيل. مش هيدا متابعي نجوم الفن في كل مكان زي ما حضراتكم شايفين. احنا بنكبر عريس الجنة ضاضة. كان معانا زياد اللي دفن الطفل ضاضة. وشكرا مشاهدينا وتابعينا. نجوم الفن في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.